إذن هذه الزيارة نتاع اليوم جاءت أولا قبل كل شيء من أجل تفقد الوضعية العامة على مستوى الولاية، خاصة من ناحية تقدم أشغال ورشات التهيئة اللي كنا انطلقنا فيها يعني منذ مدة. الأشغال هذه بطبيعة الحال ستزيد من جمال المدينة، ستزيد من نظافتها، ستزيد من جاذبيتها كذلك. قررنا كذلك اليوم أن ننطلق في أشغال تكميلية أخرى وخلق كذلك مناخ ملائم للعائلات الوهرانية. المنطقة التي تسمى بطيمة الطليان اليوم لاحظنا باللي باش يعني الأشغال انطلقت فهي تتقدم بشكل جيد جدا، يعني الانتهاء من الجزء الأول. نحن نطمح إن شاء الله أن يتم تسليمها كاملة في نهاية شهر جانفي إن شاء الله. قمنا بتحطيم أو بإزالة يعني أكثر من 50 عمارة وتم استرجاع هذه الأرضية هذه من أجل تهيئتها كمتنفس للعائلة الوهرانية. اليوم رانا نشوفوا يعني بعض المراقبين العقاريين اللي يقولوا باللي باش حنا ميكا قلت باللي باش يعني ولا رخصة بناء ستعطى في هذه المنطقة هذه، ونحن مستعدين للاستماع وللنقاش مع أي كان من أجل إيجاد الحلول اللازمة. فنظن باللي باش يعني هذا التهيئة هذه وهذه الحديقة هذه يدخل في إطار الصلاح العام وخدمة المواطنين والمواطنات.